الثاني من الدورة التوصية. هاي شغلة كتير بتهمنا مشان تفهموا سلايدات جهاز التناسل الأنثوي المطلوبة منكم والتي هي التالية. انتبهوا أنا كاتبة هون كل السلايدات اللي انتم طالبين فيها، وكل سلايد فيه كذا شغلة فمكتوبين هون، رح قلكم ياهم شو هم. عندكم رقم واحد المبيض، طبعا قدي مزدوجة المبيضين أوفل. بعدين بدكم تشوفوا مقطع في البوق او الاوفيداك او اليوتراين داك كذا اسم او نفير فالوب، مثل ما بدكم سموه، مثل ما بدكم، بس المهم تكون التسميه صحيحه. وضروري كثير تشوفوا هذا اليوم عصر شيء اسمه الاي في اف ان فيترو فيرتيلايزيشن، يعني اللي العوام بيسموه طفل الانبوب. فبدكم تعرفوا شو هي الاستطبابات. بكره بيحكوا لكم انه واحده من استطبابات الاي بي اف انه يكون في انسداد في البوقين، فبدك تعرف شو يعني بوق، شو يعني جدار البوق، وامتى بينسد البوق الى اخره. بعدين في عندنا مقطع بالرحم، بدكم تاخذوا مقطع الرحم في النصف الاول ومقطع في الرحم في النصف الثاني من الدوره التمصيه اللي رح نشرحها هلا، وبعدين مقطع في الرحم في سن الياس اللي هو المينوبوز. تعرفوا شو يعني سن الياس؟ يعني بعد عمر معين وقت تتوقف الدوره التمصيه بحدود عمر 50 زائد ناقص، ما عاد في تبدلات هرمونيه، ما عاد في اباضه، ما عاد في تطور اجربه، وهي المرحله لانه الصفات النسيجيه في الرحم تتبدل. معناتها عمليا في ثلاث مقاطع بالرحم رح نشوفها. بعدين في عنا شيء كثير مهم هو عنق الرحم. سرطانات عنق الرحم تجي بالمرتبه الثانيه بعد سرطانات الثدي عند الانثى، والعنق في منطقه تبدل بشره، وهذا سؤال فحص. لذلك كل المناطق اللي فيها تبدل بشره سبق واتفقنا انه بتكون هشه prone to inflammations، وهالاصابات هي ممكن تتحول بعدين الى ميتابليجيا ديسبليجيا، تتحول الى اورام. في معلومات حديثه عن عنق الرحم انه اكتشفوا انه هي تترافق مع نوع من انواع الفيروسات هو الهيومن بابيلوما فيروس والاتش بي في وليست بي، ولذلك حضروا لقاح ضده، واللقاح مطبق باوروبا وامريكا للصبايا بعمر 15-16، بهالطريقه قللوا من نسبه الاصابه بسرطانات عنق الرحم. عنا اللقاح مو متوفر وما عنا احصائيات انه قديش نسبه سرطانات عنق الرحم بالنسبه الى سرطانات السن. عنق الرحم يتمادى مع شيء اسمه المهبل فاجينا، وبأول درس هيستو وقت أخذنا الأنسجة الطبيعية التصنيف تتذكرون شو نوع البشرة اللي بتبطن المهبل؟ دكتورة بتطبقها رسمية غير متقدمة Stratified Squamous Non-Keratinized، خلاياها تتوسف، رح تمر معنا بالتفصيل. هالخلايا المتوسفة ممكن طبيب النسائية ياخذ منها مسحة ويمدها على صفيحة زجاجية ويلونها بملون خاص اسمه بابا نيكولاو وندرس صفات هذه الخلايا. هي الحالة هاي نسميها باب سميرز، ونحن جايبينكم باب سميرز لحتى تشوفوها، حتى بكرة بالنسائية لما يمر معكم الموضوع تتذكروا وتعرفوا شو يعني أهمية الباب سمير وشو التطبيقات تبعها، وهي من الفحوص الدورية التي تجرى للسيدات بعد عمر معين. راح نحط لكم 3-4 سلايدات باب سمير. يلحق بالفيميل ريبرودكتيف سيستم شغلتين، واحدة منهم هي المشيمة البلاسينتا. المشيمة شغلة مهمة، هلا رفقاتكم بالسنة الثالثة عم ياخذوا أورام المشيمة، ضروري كثير طبيب التوليد بعد ولادة الجنين وبعد ما تطلع المشيمة إنه يفحص هذا القرص، ولازم يكون سطحه كله متكامل،
خوفا من انه يكون في بقيان ولو جزء الان بجدار الرحم، لانه اذا بقي هذا الجزء بجدار الرحم ممكن انه المريضه تنزف، حتى مو بس انه تنزف ممكن ينشا على حسابها ورم خبيث فيما بعد اسمه كوريو كارسينوما. خلوها من هلا من بعدكم، لذلك بكره بمشفى التوليد بتشوفوا كيف بيفحصوا المشيمة. اخر شيء بيت القصيد هون بدكم تشوفوا مقطع في السدي الطبيعي لحتى تستنتجوا بقى كل امراض السدي وبشكل خاص سرطانات السدي يلي بتجي بالمرتبه الاولى عند الانثى. والقصه العائليه هون مهمه جدا، يعني ولا تنسوا كمان انه في شيء اسمه سرطان ثدي عند الذكور بدكم تاخذوها بالسنه الثالثه، ولذلك اي تبدل غير طبيعي في الثدي خاصه اذا مترافق مع قصه عائليه لازم تنعمل فحوصات. وفي اطباء جراحين ما بيعرفوا لهلا انه في شيء اسمه سرطان ثدي عند الذكور. في مريض كان بدهم يروحوه من قله ما بعرف هو قله فهم او لا مبالاه ما بعرف شو بسبب، عرفتوا؟ اذا كل هدول مثل ما لكم شايفين بحث طويل، فيا بتركزوا لحتى تخلصوا وما بنقدر نستغني ولا عن وحده من هدول. وبقيانكم بعدين البروستات والحويصل المنوي، فوقهم لسه في عندكم الجلد والعين. انا ما عندي استعداد انه تطلعوا من هالمخبر للسنه الثالثه انتم ما لكم اخذين كامل المنهج، انا بدي اعطي، بس يلي ما بده يدرس وما بده يتابع هو حر بيتحمل مسؤوليه التصرف تبعه. اتفقنا؟ طيب شو يعني الدوره التمصيه؟ سايكل بنسميها الدوره التمصيه، مدتها 28 يوم وسطيا. وسطيا يعني انه احيانا ممكن تكون 30 يوم ممكن تكون 31 يوم زائد ناقص. طيب بالنص في حادثه اسمها الاباضه اوفيوليشن، احفظوا هي الكلمات باللغه الانجليزيه، كمان 14 زائد ناقص. طيب كل شيء بيمتد من اليوم الاول الى الاوفيوليشن الاباضه بنسميه الطور الاول او الطور الجرابي او الطور التكاثري، وبالانجليزي ممكن يسموه فوليكولار فيز بروليفيراتيف فيز، اعتمدوا انتم التسميه يلي بتناسبكم، المهم تعرف شو يعني طور اول. طيب كل شيء بيمتد من الاباضه للطمس التالي لنهاية الدورة اسمه الطور الثاني أو الطور اللوتيني أو اللوتيال فيز. لسه ما حكينا، اتفقنا على التسمية؟ لأنه راح نقولكم يحدث في المبيض في الطور الأول كذا، خلاص أنت بقى بدك تستنتج. يحدث في المبيض في الطور الثاني كذا، استنتج. يكون مقطع الرحم في الطور الأول كذا، يكون مقطع الرحم في الطور الثاني كذا. فبكره لا تقولوا بالفحص انه هي صعبه وما بنعرف وظلمتونا، هي عم نحكي. طيب هلا الهرمون المسيطر في الطور الاول هو الاستروجين، هلا رح نشوف من اين يفرز. والهرمون المسيطر في الطور الثاني هو البروجستيرون. انتبهوا الاندروجين كلمه تطلق على الهرمونات الذكريه واقواها التستوستيرون، هي متفقين عليها. اذا استروجين بروجستيرون، اتفقنا؟ طيب هلا بقى منقول هدول افرازهم يخضع لشيء يفرز من الغده النخاميه هو الاف اس اتش والال اتش. ما حدا يقول انه الغده النخاميه اخذناها بالفصل الاول، اذا سالناكم من وين بيجوا اف اس اتش والال اتش بدكم تعرفوا، لانه هدول الهرمونات عباره عن ايدين ورجلين طبيب النسائيه. كل الحالات تبع اضطرابات الدوره والنزوف الغزيره واضطرابات العقم الى اخره كلها هي
بيطلبوا معايرة ال SHLH استروجين بروجستيرون. فلا تقولوا انه ما بنعرف، اتفقنا؟ اذا كثير ضروري ومقاديرهم تتغير حسب اطوار الدورة الطبسية، تاخذوها بالنظري. انا ما راح ادخل بالتفاصيل، انا بس عم بعرف لحتى لما نحط لكم مقطع في الرحم في الطور الاول تفهموا شو يعني مقطع في الرحم في الطور الاول. ولا تنسوا انه ال FSH وال LH لهم ريليزنج هرمون، هرمونات محرضة بتجي لسه من فوق اكثر. لذلك في شيء اسمه انقطاع طمس نفسي المنشأ، مو كل انقطاع دورة يعني حمل او سيمبيوز، لانه المشرف الرئيسي هو منطقة الهايبوتالامس ثم منطقة الغدة المخامية، اتفقنا؟ طيب بعد ما فهمتوا هدول صرنا بنقدر نحكي عن اول شيء بدنا نحكي اليوم عن شغلة واحدة بس، هي المقطع في المبيض. وبدكم تفهموا منيح مقطع المبيض لحتى تفهموا كيسات وأورام المبيض بالسنة الثالثة وفيما بعد بالنسائية. بتسمعوا كتير انه وحدة عملوا لها ايكو طلع في عندها كيسة بالمبيض. شو هي كيسات المبيض؟ طيب افهم بالاول شو هو المبيض. هذا مقطع شكل ترسيمي للمبيض. شايفين؟ شو أهم شغلة بالبنية النسيجية للمبيض؟ في عنا منطقة محيطية هي القشر، وشو كمان عنا؟ منطقة مركزية هي اللوب، كورتكس وميدولا. طبعا هون زائد في شغلة مين بيتذكر أخذتوها بأول درس هيستو؟ هون شو في؟ نعم؟ البشرة الساترة. شو؟ البشرة المنتشة جيرمينال ابيتيليوم، البشرة المنتشة التي تستر المبيض والتي تكون اما سمبل كوبويدال او سمبل سكويمس او كوبويدال، لانه كيساب واورام المبيض تنشأ على حساب هذه البشرة. وهذا السؤال ممكن انا اسأله بالفحص انه ليش مهمة هي البشرة، ما حدا يقول انه ما بعرف، حكيناها الكلمة. اذا في عنا قشر وفي عنا لب. اللب عبارة عن نسيج ضام يحوي مقاطع او اوعية دموية، هاي vascularized medulla. اما القشر فماذا يحوي؟ يحوي الاجربة المبيضة. شو؟ ovarian follicles، الأجربة المبيضية. أكيد عندكم معلومات شو هو التسلسل تبع الأجربة المبيضية، صح؟ أول ما حدا يخربط، لا منبلش بالابتدائي اللي هو primordial follicle، بعدين primary، بعدين secondary، بعدين جراب دوغراف mature follicle. هو النهائي، هو الناضج الذي يتمزق ويعطي خلية بينية صالحة للإلقاح. شو؟ لا. هاي كلمة جريد مسيطر أنا مو مرة معي. الجنين جريد واحد هو اللي بيطلع بسموه هذا جريد مسيطر. هذا اللي وصل لمرحلة النضج. عادة لا يصل لمرحلة النضج لجوراب دوغراف إلا جراب واحد، هو منسميه جراب دوغراف. في حالات نادرة ممكن جرابين يوصلوا. فهذا طيب جراب دوغراف بعد ما بيتمزق وبيعطينا الخلية البيضية الصالحة للإلقاح يتحول هو إلى جسم أصفر اسمه كوربس لوتيوم. والجسم الأصفر في قدامه مصيرين، يا أما يتحول بعدين إلى جسم أبيض سلبي كوربوس ألبيكامس إذا ما صار حمل، وإذا كان في إلقاح وحمل يستمر أثناء الحمل يساعد المشيمة في تثبيت الحمل ويساعد
في إفراز البروجستين. معناتها شو مطلوب منكم بمقطع المبيض درس الجاي تشوفوا، بدكم تشوفوا اوفر فيو هذا نرجع لهذا الشكل، بدكم هذا هو شكل درسي، بدكم تشوفوه ككل، بدكم تشوفوا البشرة المولدة او البشرة المنتجة الشيء اللي بتغدى موجودة بسطحه، بعدين تميزوا منطقة القشر ومنطقة اللوب. منطقة اللوب مثل ما لكم شايفين في مقاطع لشرايين وأوردة بنسبة كبيرة، منقول highly vascularized medulla. أما المحيط cortex في أجربة مبيضية بمراحل تطورها المختلفة different stages of development. طبعا هذا الكلام فيما لو كان المقطع عن سيدة في سن النشاط التناسلي، لو المقطع عن طفلة عمرها 8 سنين ما رح نشوف غير برايمورديال، بنشوف البرايمورديال يلي هي أبسط الأنواع. طيب وإذا كانت مقاطع من سيدة عمرها 70 سنة رح نشوف كله أجسام بيض ندبية، صح؟ لأنه ما عاد في استروجين. طبعا ممكن نشوف بعض البرايمورديال البقياني اللي ما تغيرت وما تطورت. هلا بقى شو صفي عليكم؟ تعرفوا صفات كل وحده من هدول. اكيد مره معكم البرايمورديال كيف بتكون؟ هي اصغر انواع الاجهزه المبيضيه، فيها خليه بيضيه محاطه بصف واحد من خلايا مسطحه. صح؟ برايمري كيف بتكون؟ خلية بيضية محاطة بصف واحد من خلايا مكعبة أو أكثر من صف من خلايا مكعبة. لذلك بنقول في نوعين من برايمري، شو هنين؟ يوني لامينر أو مالتي لامينر. ما حدا يقول كيف فرقنا؟ ها؟ شفتوا شو الفرق؟ ما بيهمني أنا هون بالعملية الانقسامات اللي عم بتصير بالخلية البيضية كيف بتنزل، هذا هاي معلومة بتاخدوها بالنظري. إذا حكينا عن البرايمورديال هي أصغرها، برايمري في لنا بالبرايمري يوني لامينر مالتي لامينر. مثلا هاي شو شايفين؟ هاي برايمورديال فوليكل، وأحيانا الخلية البيضية ما بتبين إذا كان جاي المقطع كيف مبارئ منها. طيب هون شو شايفين؟ هون مالتي أوسايت واحد اثنين وكأنه في ثلاثة، فهي برايمري مالتي لامينر. طيب هلا هون شو بيصير بعد المرحلة اللي بعدها؟ هالخلايا هاي اللي صارت مالتي لامينر تظهر فيها أجواف ملانة بسائل نسميها أنترال كابيتس تجويف، وهالخلايا اللي صارت عدة طبقات نسميها جرانيولوزا سيلز. بعيد بعد مرحلة البرايمري في مرحلة السيكندري. بشو بتتميز مرحلة السيكندري؟ لا تعتمدوا على صفة واحدة، وجود أجواف ملانة سوائل، هالخلايا كترت جرانيولوزا سيلز. شغلة ثالثة، ظهر طبقتين بالمحيط نسميها تيكا انترنا صندوق الباطني وتيكا اكسترنا الصندوق الظاهرة. ليش مهمين هدول الصندوقتين؟ شوفوا هون وهون، لأنه هالخلايا تبع التيكا انترنا هي التي تفرز الاستروجين. من هلا ورايح لما نسألكم معناتها من أين يفرز الاستروجين، ما منقول من المبيض، يفرز الاستروجين من خلايا التيكا انترنا أو الصندوق الباطني في المبيض. أما الصندوق الظاهرة الاكسترنا فهي نسيجدان غني بالأوعية الدموية. ليش؟ لأنه بدها تغذي هالخلايا اللي
ناقصين باسكيل. معناتها في ثلاث شغلات اساسيه بتميز السكندري فوليكل. فلا تعتمدوا ابدا على صفه وحده. لاحظوا بقى هلا هون شو صار. صار هذا الفلويد كله اجتمعوا التجاويف كلهم مع بعض وشكلوا لنا تجويف واحد كبير. لذلك هذا مع وجود الخلية البيضية مع وجود التيكا انترنا والتيكا اكسترنا هذا صار اسمه جراب دوغراف او جراب الناضج الصالح الذي يتمزق ويعطي الخلية البيضية صالحة للإلقاء. هدول زونة يسيدة كورونا رادياتا الى اخره بالعمل ما رح نطالبكم فيها. بالنظري ما بعرف الاستاذ شو بيهمنا. اذا هون شو معناتها؟ تميزوا primordial عن primary عن secondary عن graphial follicle. واخر شيء بيبقى عنا الجسم الاصفر. شايفين هذا شكل ترسيمي هون انتو شايفينه. هذا هو اخر شيء جراب جراف تمزق اعطانا خلية بيضية صالحة للإلقاح بدها تروح للنفير. ما تبقى من هالجراب المتمزق يتحول إلى corpus luteum جسم الأصفر. جسم الأصفر عادة بيكون فيه جوف ملان سائل ودم متجمد وإلى آخره. وفيه نوعين من الخلايا احفظوهم منيح طالما بتعرفوا خلايا الجراب الأصلي. النسبة العظمى من الخلايا اسمها غرانولوزا لوتين سيلز اللي هي جاية من خلايا غرانولوزا. لاحظوا بتشكل هيكل الجسم الأصفر. وبالمحيط توجد خلايا داكنة نسبيا اسمها تيتا لوتين سيلز. ماشي. إذا سألناكم بكرة بالفحص حطينا مقطع في الجسم الأصفر وقلنا لكم ما هي أنواع الخلايا الموجودة فيه مو بتنزلوا هيك كأنه من كوكب تاني. إذا في عنا هالنوعين من الخلايا هون سايتوبلازما أيوزينية ومباهية بتظهر فيها في الجواد بينما هديك خلايا أصغر حجما وداكنة وتتوضع في المحيط أقل عددا تيكاليكي. هاي هي الأكثر عددا. افهموا هاي لحتى تفهموا بعدين شو يعني كيسات الجسم الأصفر. واضح؟ طيب هاي إذا ولاحظوا برا في أوعية دموية إلى آخره. هذا الجسم الأصفر في قدامه مصيرين مثل ما حكينا. يا أما في حالة الإلقاح بده يستمر في إفراز البروجستيرون وحكينا الوظائف تبع الخلايا. يا أما إذا ما صار إلقاح يتحول إلى جسم أبيض والجسم الأبيض يبدو بشكل ندبة والندبة تتألف من ألياف معناتها رح نشوف هيك مثل لطخة لونها زهر لأنه الألياف بالهيماتوكسيلين إيوزين تأخذ لون الزهر. معناتها الدرس الجاي بدكم تشوفوا كل هالشغلات يلي حكينا عنها زائد تذكرونا مشان الحويسلين المنويين والبروستات لأنه البروستات